أهل وأفراح وهنا في مساء صباح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء صباح بلدي فرحا بالدنيا زين فرحا بنجاح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء صباح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء صباح بلدي فرحا بالدنيا زين فرحا بنجاح فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وكل الكل ارتاحوا وما فيش فرحا في الدنيا زي فرحا في نجاحي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الضيوف الكرام الحاضرين حفلنا المبارك، لكم منا تحية طيبة عبر الحفلة التي نقدمها لكم بهذا اليوم العظيم. ونحن نسمع في وجود الحاضرين سواء من المهندسين أو زميلهم بعد عناء دام 5 أعوام. نحن اليوم نجتمع احتفالا بتخرج دفعة جديدة من كلياتنا العريقة، كلية هندسة المطرية. وقبل أن نبدأ في هذا الحفل الكريم، نتوقع أن نتوقع الاستماع فلترحبي معي بالسيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى عبد الرحمن عميد الكلية. السيد المهندس ماجد كلوصي خطيب المهندسين. السيد الأستاذ الدكتور رندا محمد كامل وكيل الكلية لشؤون المجتمع والخدمة. السيد الأستاذ الدكتور علاء جمال شريف رئيس قسم الهندسة المدنية. ملتمسين العذر لكل من لم يسعه وقته ليشاركنا هذا الحفل، على ثقة دائمة أنهم مشاركون بقلوبهم إن لم يشاركونا بأجسادهم. بسم الله يفتتح حفلنا بخير ما يفتتح به وهو القرآن الكريم. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمهر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه هي شهادة الوليد بن المغيرة المشرك بالله حينما سمع كلام الحق سبحانه وتعالى. يتلو علينا آيات من الذكر الحكيم والمهندس الإسلامي جمال الدين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أما الآن مع الاستماع إلى كلمة الخريجين مع المهندس أحمد مريم حبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، إخواني وأخواتي المهندسين دفعة 2013، أبارك لكم هذا الحفل الذي طالما انتظرناه على مدار سنين عدة، والذي جاء بعد رحلة دراسية طويلة كل يوم فيها حلمنا سويا بأن نصل لهذه اللحظة السعيدة. لكن هذا الحلم لم يكن ليتحقق بدون مرافقين لرحلتنا، لا ننساهم أبدا ولا نغفل عن شكر واجب لهم وعرفانا بجميلهم. لكل أب وأم ساهموا في هذا النشر الحاضر من المهندسين الشرفاء، وما هذا اليوم إلا لجني ثمار ما بذلوه من جهد سنين عدة. لذا أدعوكم أن نقف تحية شكر وإجلال لهذا الدور العظيم. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاءه. مرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ما أراها مكانة المتعلم وما أعلاها، ولكن دائما يجب أن نذكر أننا لم لنصل لهذه المكانة إلا بفضل وجود أشخاص عظماء قدموا كل ما بوسعهم لإيصال العلم لنا. فالشكر كل الشكر لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس المحترمة، وإن كان هذا الشكر لا يفي حقهم ومجهودهم العظيم. إخواني وأخواتي المهندسين، لقد أصبحنا في عصر لا مجال فيه لغافل ولا مجال لكسول، وأصبح الحال في مصرنا لا يحتمل أي تخاذل أو تقصير من أي فرد كان ما دام تضع قدماه أرض الوطن. ومن هذا المنطلق نقيم هذا الحفل الكريم لتكريم خريجي كلية هندسة المطرية، متمنين منهم المزيد، وليكن هذا الحفل دافعا وحافزا للجميع على أن يلحقوا بدرب الناجحين لكي يكون لهم مقعد في قطار العمل الذي لا يتوقف أبدا. اسمحوا لي أتكلم بالعامية في النقطة دي بالتحديد. أولا، كل هذه الدفعة أتوقع أنها مرت بظروف شديدة جدا، من أيام ثانوية عامة ومن أيام امتحان الفيزياء والرياضة. دخلنا هندسة مرحلة ثانية، ولكن كنا قد التحدي وقدرنا ان احنا نثبت بخصوص كلية هندسة المطرية الاعتماد، واول دفعة تعتمد من كلية هندسة المطرية. ممكن كنا ليه نتعب في اي لحظة، لكن بالعكس اجتهدنا وعملنا كل اللي نقدر عليه عشان نوصل للحظة الجميلة دي اللي احنا فيها. محدش ينسى كليته، دايما دايما واجب من كل واحد فينا ان احنا نشوف زمايلنا اللي في الكليه لغايه الوقت،
احنا طبعا بدينا بمبادره من هندسه مدنيه قسم مدني ودفعه هندسه مدني عملت سجل للخريجين جمعت فيه ارقام وايميلات كل مهندس مدني ووظيفته هو اشتغل فين، وده واجب علينا كلنا كطلبه من قسم مدني. اي حاجه الكليه هتحتاجها، اي طالب زميل في الكليه هيلاقي رقم المهندس الخريج من دفعه 2013 موجوده وتحت امره في اي وقت، وده لازم واجب مننا كلنا جميعا، محدش هيأثر، بقيه الاقسام كلها هتتعاون وهتعمل الموضوع ده، وكلنا هنساعد زمايلنا، الكليه حصلت على الجوده بفضل يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى مجهود الناس كلها، اولا بابتداء العميد الكليه لغايه اصغر عامل في الكليه ديت. لازم نحافظ عليه كلنا، ولازم كلنا نحافظ على اسم هندسه المطريه دايما فوق. طبعا انا نفسي ان الحديث يطول عن كده جدا، ولكن طبعا لضيق الوقت ولان ظروف الاحتفال حجم عليا ان انا ما اطولش في الحديث، بشكركم كلكم، بتمنى التوفيق لكل زمايلي الطلاب، اتمنى لمصر الحبيبه ربنا يكرمها يا رب ويعدل الحال ان شاء الله يا رب، واشكركم كلكم يا جماعه والف مبروك ليكم جميعا. وافضل حاجه اختم بيها كلمتي ادائنا جميعا قسم المهندس المصري، وهيفضل المهندس مجد الخلوصي معاكم يا حياتي. استاذنكم يا جماعه هنقوم بنظام بس نتقدم جميعا عشان نقدم قسم بعد اذنكم. هنتقدم بس بعد اذنكم. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم، 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 أن أؤدي أعمال مهنتي، أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف، بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها، وكرامتها، وأن أحترم قوانينها، وأن أحترم قوانينها وتقاليدها، وتقاليدها، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. مبروك. مصطفى احمد اسماعيل رئيس قسم الهندسه القوى الميكانيكيه. هل فكرت يوما في اسره صغيره يحمل افرادها في طياتهم كل صفات العيش الجماعي، فهم يفرحون ويحزنون، يعملون ويتناقشون، يحلمون ويتنافسون، يحبون ويكتبون، وحتى يتشاجرون معا. إذا كنت تعيش الحياة وحلاوة العمل الجماعي في أجمل صوره، فأنت بلا شك طالب من طلاب كلية الهندسة المطرية. ننتقل الآن إلى ما ينتظره الجميع، ألا وهي كلمة السادة الحضور. فترحبوا جميعا والمنصت ونصغي لكلمات سيادته. نترك الكلمة الآن للسيد الأستاذ الدكتور علاء جمال شريف.
سنة وعليكم. أول ألف مبروك مايو، هتساوي طول عمركم إن شاء الله مبروك في بداية الحياة العملية، ويعني نأمل من ربنا سبحانه وتعالى إنه يوفقك في الحياة العملية، يوفقك في الحياة الدراسية، وكل النخبة خمس سنين النخبة بتاعت الطلبة المصريين، وأتمنى كده بنتمنى كل التوفيق، كل سنة وأنتم طيبين وألف مبروك. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور رندا محمد الكاهن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وأنتم طيبين. اليوم ده يوم يعني جميل جدا جدا، يوم الواحد بيحس فيه كده إن هو يعني نسي كل التعب اللي هو تعبه والتكريم اللي هو بيشوفه النهاردة، والقدر اللي إحنا وصلناه. بداية ده هيكون يعني إن شاء الله بداية نقلة في حياتنا، إن شاء الله تكونوا قد المسؤولية، ربنا يحميكم ويخلصكم، وتاخدوا بالكم من نفسكم، وتاخدوا بالكم من السوق وأهل السوق، تمام؟ ودايما كده يا رب نشوف أساميكم كده يعني على اليقظ بقى، باشمهندس وتصميم كذا وتنفيذ كذا، ونقابلكم دايما على خير إن شاء الله. ألف مبروك تاني. والآن الكلمة مع الدكتور مصطفى أحمد إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا مش عايز أستمر إن خلينا نتكلم ولا أجي حتى مباراة، ولكن أنا بقول مبروك على مصر، الشباب الجميل اللي قدامي ده اللي هو هيشيلها ويخليها مستقبل جميل، ونرجو منكم إن أنتم تحافظوا عليها، ونرجو منكم كمان ما تقطعوش العلاقة بينا. عايزينكم على طول في الكلية بتاعتنا، واحنا بيكم وانتم بيكم، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا. لنستمع لكلمة المهندس ماجد قلوص نقيب المهندسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل المرسلين سيدنا محمد عليه أكمل الصلاة والسلام. أولاً طبعاً هذه المناسبة السعيدة، أول حاجة نقولها ألف مبروك، أنتوا سبتوا الكلية وانضمتوا لنا بعد خلاص، خرجتوا من الكلية الصغيرة ودخلتوا في الكلية الكبيرة. نقابة المهندسين الحقيقة بترحب فيكم. نقابة المهندسين يهمنا يهمكم تعرفوا إنه ما هي الخدمات التي تؤديها إلى المهندس. إحنا في عدد كبير من الخدمات التي تؤديها النقابة إلى المهندسين. أول حاجة مشروع الرعاية الصحية، إنه المهندس وأسرته يستطيع أن يتمتع برعاية صحية عن عدد كبير من الأطباء والمستشفيات بأرقام بسيطة. نحن نمول هذا المشروع بأكثر من 15 مليون جنيه سنوي. الموضوع الثاني هو موضوع بنحاول نوفر اسكان للمهندسين باسعار التكلفه. صحيح اسعار التكلفه الان عاليه جدا، ولكن احنا ما بنربحش، فبنبني المهندس ونوفر له اسكان بسعر السوق، مش بسعر السوق، بسعر التكلفه. الخدمات الأخرى هي المهنة، ودي مهمة الحقيقة، ونرجو أن تساعدونا على ذلك، لأنه المهندس يجب أن يحترم القصد اللي احنا قلناه دلوقتي، أن يحترم مهنته، وعمره ما يعتبر نفسه أجير. أوعى تعتبر نفسك مهما اشتغلت عند حد أنك أجيرا لديه. المهندس ليس أجيرا لأحد، وبالتالي اللي بيحكمه علمه ومهنته. بيأخذ أجر على العمل الذي يؤديه، ولكن في حدود علمه ومهنته. وده نحن الحقيقة بنحاول نحافظ عليه، ويمكن بنكون ناس كثيرة زعلانة مننا، لأننا شديد القصد على من يخالف آداب المهنة. لأول مرة نقابة المهندسين
وضعت لائحة لممارسة وآداب المهنة، كيف تتعامل مع زملائك، كيف تتعامل مع رؤسائك، كيف تتعامل مع أصحاب الأعمال، كل هذه الأمور موجودة في اللائحة، موجودة في نقاط الممارسة. في مرحلة بنؤديها بس أتذكر منكم لما تعدوا 15 سنة تخرج، وهي منح لقب استشاري. نحن الآن نجاهد مع الحكومة عشان وضع حد أدنى لأكبر المهندس، ومش حد أدنى بس، حد الأدنى ونسمح له بالترقي من ناحية الراتب ليصل، حاطين الحد الأقصى وهو 50,000 جنيه شهريا، وربنا يساعدنا ونستطيع أن نصل إلى ذلك. الخدمات الأخرى واللي كان لسه بيكلمني الدكتور مصطفى، والحقيقة إحنا علاقتنا بهندسة القطرية علاقة خاصة جدا، لأنه هو التدريب، لأنه طبعا يعني أنا يمكن اليوم يوم سعيد جدا، ولكن حضراتكم اتخرجتوا في ظروف عصيبة جدا، فكان الوضع فأرجو حتى تنتظم الأحوال وتستقر أنه لابد أن تلجأوا إلى التدريب، لأنه العلوم النظرية اللي حضراتكم خدتوها في تطبيقاتها أنتم محتاجون لتدريب شبه عملي، هو عملي من ناحية ممارسة المهنة. ولذلك أرجو أن تنتهزوا هذه الفرصة خلال الفترة اللي هي حتى تحصلوا على عمل في زيادة المهارات الهندسية كل في تخصص. أنا أشكركم ولا أريد أن أطيل عليكم، وسعيد طبعا بانضمام هذا العدد، صحيح أنه بيقولوا لي أكثر من 1000، والألف ده بيمثل علي أعباء ضخمة جدا، إنما إحنا بنتحملها وربنا يعيننا جميعا، وأسأل الله لكم التوفيق وأن أراكم في أحسن حال، وطبعا تحت امركم في اي حاجه موجوده بالنسبه لخط المصري. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نطلب الان كامل الكلمه للاستاذ الدكتور احمد موسى عميد الكليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يوم الحصاد بيبقى له طعم خاص جدا، بعد تعب سنوات طويلة، 17 سنة دراسة مش كده؟ غير كتير، سنة ورا سنة، طبعا بيحس بيهم أولياء الأمور أكتر، لحظة بلحظة، وكل ما يعدي امتحان ويشوف النتيجة ويفرحوا. وفي انتظار اللحظة. الحقيقة ألف مبروك ليكم جميعا، التخرج من كلية الهندسة، وكلية الهندسة بالمطرية اللي خدت الاعتماد ليكم، وكان لي للدفعة دي شرف الاشتراك في اعتماد الكلية، لأن الكلية على مدى مؤسسة أعضاء التدريس عاملين وموظفين وطلاب، الهدف كله إن احنا نطلع خريجين متميزين زيكم كده ان شاء الله، وتشرفونا في كل المجالات زي ما الزملاء السابقين الحقيقه بيقولنا من كل مكان، وبنفخر بيهم وبنشوف انهم مشرفينا في كل القطاعات اللي هم بيشتغلوا فيها. التخرج ليس نهايه المطاف، التخرج هو بدايه التعلم الذات وبداية التواصل الحر بالكلية.
يمكن قبل كده كنتوا بتتعلموا باي فورس، مضطرين ما بين ضغط الكليه وبين المحاضرات والتمارين والامتحانات، ما بين ضغط البيت ولازم تذاكروا ليل ونهار. النهارده انت حر تذاكر او تتعلم او تذاكر بمزاجك، تدور على المهنه وتدور على ازاي تنمي نفسك وتحسن موقعك بنفسك لترتقي في مهنتك وتخدم نفسك وتخدم بلدك وتخدم اسرتك بحب وباختيار، وده ليه طعم تاني. الحقيقه علاقتنا بخريج الكليه ما هياش علاقه دراسه، لا هي علاقه مستمره. وانا اذكر اول دفعه من الخريج المدني هندسه المطريه ما زالوا على تواصل بينا لحد دلوقتي، سواء منهم اللي تعينوا بقى زميل او اللي هو موجود دلوقتي طبعا في مراكز مرموقه في القطاعات المختلفه، وكثير من الزملاء اللي اتخرجوا بعد كده بيبقى في موقع ومجنون في سؤال، ومن الموقع بيتصل بيقول انا قدام الموقف ده وانا في الظروف الفلانيه ويا ترى اعمل ايه؟ الحقيقه بنبقى سعداء ان هو بنسمع صوته، ما نبقاش ابدا بندخل في النصيحه وبنحس بالتواصل المستمر. نيتنا ان انتم برضو تحافظوا على هذا التواصل زي ما قال زميلكم احمد نبيل. وجود الداتا بتاعتكم كامله عندنا طبعا هتبقى موجوده ومتاحه لزميلكم اللي قبل كده واللي بعد كده، بتدي فرصه للي معاه فرصه عمل يلاقي زميله، واللي بيدور على فرصه يلاقي زميله اللي عنده فرصه يقدر يتواصل معاه. الكليه حريصه على ان هي طبعا كلكم شفتوا المجهود الكبير اللي اتعمل في الكليه خلال السنوات اللي فاتت، واللي ربنا اكرمنا جميعا بحصول الكليه على الاعتماد كثمره لجهود الجميع. استمرارا لهذا الاعتماد الكليه الحقيقه فاتحه مجالات كتير قوي للعمل في الداخل والخارج. يمكن حتى هندسه المطريه كانت اول كليه في مصر تقدم خدمه الدراسات العليا للمهندسين المصريين في السعوديه، وكان رحنا هناك وقابلنا عدد كبير من خريج الكليه نقدم له الخدمه هناك، وحريصين على ان احنا نكمل خدمه ابنائنا الخريجين في كل مكان. والحقيقه لقينا الدعم الكبير من الباشمهندس ماجد كروس اللي هو دايما بنحس ان هو زميل واخ فاضل كبير لينا في هندسه المطريه، بيدعم الكليه بكل ما يستطيع ومشارك معانا في كل الانشطه، وعلى من اولها دعمه لينا في اختراق الدراسات العليا في السعوديه والاهتمام المهنيه. احنا حريصين دايما على العلاقه بنقابه المهندسين اللي هي حاميه مهنه الهندسه في مصر وفي الدول العربيه جميعا، وحريصين دايما على ان احنا نرتقي بالمهنه ونخليها على احسن ما يكون، نحميها من كل المخاطر اللي بتحرك بها. ونتمنى دايما ليكم وبلدنا الافضل والاحسن ان شاء الله على طول. واحنا في اللحظه دي طبعا زي ما بنبارك لكم بنبارك لكل الطلبه بتوعنا انهم خدوا الكليه خدت اهتمام، انهم ان شاء الله يتخرجوا ويبقوا زيهم ويبقوا احسن ان شاء الله، لان عايزين كل دفعه تبقى احسن من الابناء. بنفتكر برضه
الزملاء سواء من الخريجين او من ابناء الطلاب اللي حصل لهم ظروف صعبه، سواء قلنا للشهداء او المصابين او المحتجزين، وزمايلنا نتمنى الفرحه تكمل لرجوع زمايلنا المصريين ان شاء الله قريبا. اساتذتكم اللي انتم بتفكروا بيهم وبتعزوهم، نتمنى دايما الفرحه تكمل الفرق اللي هم علينا جميعا احنا بلدنا الصعب ودايما بيتنا حب. في هذا اليوم المشهود الذي زار انتظاره والذي سيذكر في تاريخ كثير، حيث سيصطف جميع الخريجين وليكنوا ثمرة جهدهم طوال 5 سنوات لينطلقوا إلى عالم جديد ليبنوا هذا الوطن العريق بهم، فهم حقا قادة هذا الوطن بأعمالهم، وليس بأيدينا ما نستطيع فعله سوى تكريمهم وهو أقل ما يمكن أن يقدم. وقبل أن نبدأ في هذا التكريم فلندعو بالرحمة والمغفرة ونطلق دقيقة حداد على روح كل من فقدناه في الظروف الأخيرة، ونخص بالذكر فقيد دفعتنا عبد الله حسن البنا، ونحتسب عبد الله من الشهداء. اولا قسم الهندسه المدنيه المهندس عبد الله حسن البنا. المهندسة نهى جمال هدير. المهندسة نهى محمد فرغاني. المهندسة حسين نبيل شفيق. المهندسة يسرى أحمد حالي. المهندسة دينا محمود حسن. المهندسة سمر محمود إبراهيم. المهندسة نورة محمد علي. المهندسة ياسمين خالد أحمد. المهندسة نجلاء سيد مسعود. المهندسة نورهان صلاح السيد. المهندسة مياد حاتم عبد الفتاح. المهندسة مريم محمود صادق. المهندسة منى محمد سيد. محمد أحمد عطية عبد النبي. محمد عادل محمد وصال. عايزكم بس يا جماعة الأهالي، معلش يا جماعة عشان تعرف تعدل، معلش. المهندس كريم كرم ابراهيم. المهندس احمد عفيف محمد. بعد اذنك يا جماعه، بعد اذنك يا صاحبي، بعد اذنك يا جماعه، معلش. بعد اذنك يا جماعه. المهندس احمد علاء الدين بسيوني.
حاضر حاضر. المهندس عبد العزيز سليمان محمد. الله عزيز. حاضر. مهندس الشاي محمود عبد النافع عبد الرحمن. مبروك عزوز. المهندس عمر علاء الدين السيد. المهندس عمر محمد فاروق. المهندس عمر محمد ابراهيم. المهندس عبد اللطيف احمد فتحي. المهندس مصطفى عبد الرحمن محمد. المهندس فاروق شعبان كامل. المهندس كمال حمادة محمد. المهندس ضياء علي عبد العال. معلش يا جماعه، في تصوير. معلش استنى احمد شويه، معلش الناس عليها. معلش يا جماعه، معلش لو سمحت يا جماعه، في تصوير. معلش معلش يا جماعه، معلش يا جماعه. المهندس احمد علاء الدين السوري. المهندس محمود اسماعيل محمود. المهندس محمود احمد محمد اسماعيل. المهندس محمد السيد عطا. المهندس محمد عصام حسن. المهندس مصطفى كامل مسعود. أرجوك يا جماعة الستيل يقعد مكان تاني. معلش بعد إذنك يا هاتف إسرائيل. بعد إذنك يا جماعة. المهندس مصطفى محمد عبده. لا المهندس محمد فوزي محمد. المهندس احمد بدر محمد. المهندس محمود حامد عبد الجواد. المهندس جون صويل. المهندس محمد مجدي محمد. المهندس محمد احمد صالح. شد الروبه اللي قدام شد كمان. المهندس محمد عبد المنعم محمد. المهندس احمد اشرف فؤاد. المهندس احمد مصطفى احمد. المهندس احمد عباس احمد. المهندس محمد علي.
Thank you.
الناس تطور، ممكن الناس تقلق شويه. Yeah, man.
يا سارة لو سمحت انت عليها تاني. انت عليها. انت عليها سارة عبد المنعم لو سمحت. ما خدتش الشهادة بتاعتها. طلعها من الكوع كده. سارة ايه؟ سارة عبد المنعم. سارة عبد المنعم. Thank you.
جماعه ده في البيت دار الناس ايادي سعيد. ايادي سعيد. عميد حسن. صلاة سمنة. Thank you.
دلوقتي يا رب بس عايزين نقعد شويه هنسمع كل واحد يقول لان دي بيحسوا بالثمره اللي هي نفجت بتاعتهم. يقول لك قم للمعلم وفيه تفجيرا كاد المعلم ان يكون رسولا. في هذه اللحظات هم اسعد مننا جميعا. ونتمنى لجميع الطلبه والمهندسين جميعا كما قالت الاستاذه الدكتوره في حق عملكم اهم حاجه ان كل واحد فيكم يحس بذاته وما يحسش انه بيعمل تقدير. حس انت كمهندس، حس كم انفق عليك، حس انت قد ايه طبيعتك الذاتيه اللي ان شاء الله بعد التخرج هتحس بيها. وكل عام وانتم بخير واشكركم جميعا. ختاما ولا ختاما للنجاح كان ذلك نموذجا مبسطا لما اودعناه لكم من الحب والاحترام والترحيب والاكرام. ولم اقول وداعا ولكن اقول الى اللقاء متجدد كل عام ولكم سلاما عاطلا كما على الاعلان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي الجماعه اكيد قدام عشان نصور صوره دراعيه. وانا كل المهندسين اللي عشان نصور صوره دراعيه. One up.
Oh,
مبروك يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. يا سلام يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا.